السلام عليكم شباب، صافي عليكم بخير هانيين. هذا هو اول فيديو في الدوره ديالنا ديال اي كوميرس، ولكن ما نهضروش على الاي كوميرس، ما نهضروش على الدروب شيبين، ما نهضروش على تكنيك مو الخدمه تكنيك مو شنو خصنا نديرو. مي بغيت الفيديو الاول يكون موجه للناس اللي تالفين يلا تعرفوا المجالات العمل بار انترنت، الناس اللي كيقراو وما عارفينش شنو يديروا، واش يدخلوا نيشان يخرجوا من القرايه ويبداو هذا الشيء، الناس اللي خدامين اللي دايخين. انطلاقا من التجربه ديالي المتواضعه جدا وشنو الطريق اللي دزت منها انا، وانطلاقا من التجارب ديال الدراري صحابنا اللي كنعرفوهم واصلين وشنو استفدنا منه، ما نحاول نعطي شي نصائح هكا، ونحاول نعطي اقتراح اللي ممكن يساعد اي واحد، ويكون زعما كنظن يكون هو الطريقه الافضل، وما كاينش انها الطريقه الاصح، يعني اي واحد ممكن يجيب شي طريقه اخرى جديده. وهذا هو البلان. بالنسبه للناس اللي يلا تعرفوا على المجال ولا يلا ولا خدامين، كما اولا خصكم تعرفوا الانترنت، تجيبوا الفلوس من الانترنت ماشي كتربحوها، هذه خدمه فحالك بحال اي خدمه كتعرفها في العالم، بحال اي حرفه كتعرفها في العالم. يعني باش تكون نجار خصك تمشي تعلم تنجارت، باش تكون صباغ خصك تعلم تصباغت من الاول، ماشي نهار الاول غادي تجي غتسمع تصباغت. مثلا يجي مثلا ندير لنا شي واحد، مثلا مع احترامي كل مهن كنعنيش انا كن بلاكس، اي كل مهن راه مهن شريفه بحال مهن الانترنت. ما كاينينش انا مثلا شي واحد الا جا دارنا باج فيسبوك ولا بالبروفايل ديالو ومثلا صباغ ولا اي مهنه مثلا كانت، ويجي يورينا كيفاش كيدخل ملايين الدولارات بديك الحرفه. كاينينش انا كنت تنوض تقرا ولا مارس عندك خدمه شي حاجه اخرى، غادي تحيد داكشي كامل من يدك وتمشي كتجري وتشري شيتا وتشري الصباغه وتمشي تقطلي في حيوط الناس تقول لهم انا معلم الصباغه. لا، راه خصك تعلم بطبيعه الحال، خصك تعلم. ما يمكنش تجي نيشان وتقول انا معلم، سو راك بحالك بحال في الانترنت، في اي عمل في الانترنت. ما كاينينش انك من النهار الاول اللي تجي تسمع في مدرستك وتجلس تقرا مثلا تشد البي سي وتدخل على تسدى لك في الدار وتجلس تخدم تقول ندخل نبدا في الانترنت. لا، خص بشويه عليك. نصيحه مثلا كنتي تقرا كنتي تخدم، بشويه عليك تعرف على كاع المجالات، تعرف على شنو كاين في الانترنت اون جينيرال. كاين مئات المجالات، اللي ما قلناش الالاف المجالات اللي ممكن تخدم فيهم الانترنت، اللي معروفين واللي ما معروفينش، تعرف عليهم كاملين. كاين الريسكين، كاين مثلا اللي عندك شي سكيل وبيعها في الخدم، مواقع الخدمات المصغره بحال فايفر خمسات وما جاوراهم. كاين بزاف 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 اللي ممكن تقلب عليهم وتعرفهم. هذه اول خطوه انك تعرف جميع المجالات. خليك في قرايتك، خليك في خدمتك، في شنو ما كنتي كدير خليك فيه، تعرف على جميع المجالات، تعرف على جميع المجالات، قرا عليهم وحده 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 وحده، وعرف كل وحده شنو كيفاش الناس كيديروا يجيبوا منها فلوس، كيفاش الناس كيخدموا. بحال تقرا تصباغ شنو كيحتاج الصباغ، النجار شنو كيحتاج، مهندس شنو كيحتاج، اي مهنه خصك تعرف عليها، هذا شنو كيحتاج باش توصل. بحال مثلا ملي كتكون في الليسي، ملي كتكون في الكوليج وغادي تطلع الليسي وغادي تختار الشعبه، راه ماشي كتجيوك تختار الشعبه عشوائيا، كتمشي كتختار كتشوف الشعبه مثلا الاولى شنو كيديروا فيها، الاداب شنو كيديروا فيها، الثانيه شنو كيديروا فيها، وانت غادي تعرف الشعب كاملين وكتختار الشعبه اللي انت ارتحيتي ليها. في الانترنت في البلان غنقولوش تعرف لجميع المجالات وتختار شي مجال منهم وتبدا تعلم ليه. ما نقولكش زعما تختار اللي ارتحيتي فيه، حتى دي ممكن تكون غلطه، مي من الاحسن تجرب كل شيء، من الاحسن تجرب كل شيء، لانه هذه قصه اخرى. من الاحسن تجرب كل شيء، بدا باللي ارتحيتي له في الاول، جربو تعلم، عطيه الوقت تعلم مزيان، ماشي تجي من النهار الاول وتدخل وتبقى تخدم، تعلم مزيان، عرف الناس كيفاش خدامين. يعني خذ وقتك وما تكونش مزروب. هاد ما تكونش مزروب نقطه مهمه خصنا نوقفوا عنها، لان كاين بزاف الامثله دازو في حياتي من نهار بديت لدابا، بزاف الامثله ديال صحابي المقربين وناس كنعرفهم المقربين ليا، يعني هاد النقطه ديال انهم مزروبين خرجت عليهم. الناس اللي بغاو يبداو وبغاو يربحوا من الشهر الاول الشهر الثاني الشهر الثالث ومزروبين وعندهم كيجيبوا اعذار كيكون نص ديالها، يعني كاين فعلا نص ديالها مصطنع باش انهم يبرروا انهم خصهم يدخلوا فلوس بزاف داغي اقرب وقت ممكن.
انك مثلا عندي واحد الصديق ديالي في 2000 من 2015 حتى لدابا ما عمره دخل شي درهم، ما عمره دخل شي درهم، ومن 2015 حتى لدابا هو كيتقاتل. السبب هو انه من 2015 هو كنقول له مالك مزروب، تيقول لي لا عليا المدرسه خصني نخلصها، عليا وليا خصهم فلوس، عليا الكرا، عليا الحوايج ما عندي باش نشري، عليا وعليا وعليا، يعني كيجيب هاد الاعذار كاملين وكيحطهم فوق راسو وكيبرر ان ديك البلان ديال انه خصو يدخل فلوس في اقرب وقت ممكن، وعيا ما يتخبط في جميع المجالات في الانترنت وما دار حتى شي حاجه لحد الساعه، لحد الوقت دابا مازال ما دخل حتى شي درهم، خسر فلوس، خسر وقت، خسر غير يعني كينطبق داك المثل ديال اللي زربو ماتو، يعني اللي زربتي باش تدخل الفلوس ما غادي دير والو. سو خذ وقتك نصيحه، يعني شنو ما كان خذ وقتك. انا باش انا في المشوار ديالي في الاول كانوا عندي مسؤوليات، كان عندي الوالد ديالي، كنت جالس معاه كان ضاغط عليا في راسي تقول لي لا خصك تخرج تخدم ولدي، علاش شد على راسك، كان ما عندناش باش نصرفوا على راسنا، ما عندناش فلوس، ما عندناش باش نشريو، ما عندي باش نشري سبرديله، ما عندي باش انا باش نشري حوايج، ما عندي ما ناكل، يعني فلوس كامله كندقدقها في الخدمه، ولكن ما عنديش من نصرف على راسي، يعني لما جبتش الفلوس راه ما يبقى لي حتى باش نعيش الا غدا، وحتى شي خدمه ما قبلت عليا قبل ما ندير انا الانترنت، قلبت على بزاف خدامي ما قبلتش لي، يعني انا عارف راسي الا ما درت والو في الانترنت راه ما غنخرج الزنقه ما نلقى حتى شي خدمه، واخا غنزيد ندمر وغادي نزيد خصني نتقاتل في شي مجال اخر. سو كانوا عندنا ظروف، كنت مضغوط بزاف، ولكن كزربت وبقيت، ومن الحوايج نيت راه في الاول فعلا زربت، ومن الحوايج نيت اللي خلوني نخسر الفلوس باش كانت 12 مليون وفي الاول وكنت كنزرب كنقول انا خصني ندخل الفلوس، انا يعني كنشوف راسي الا ضيعت ديك الفلوس كامله ما عندي ما ندير، كما قلت لكم غنخرج الزنقه ما غادي نخدم حتى شي حاجه، ما كاينش اللي غادي يقبل عليا بالزنقه في الخدمه. مشيت حتى بنايا، مشيت عند جميع الحرف في العالم، مشيت عندهم حتى شي واحد ما قبل عليا، شو كنشوف راسي انا فلوس كامله كتمشي ملي انا عاود نخرج عاوتاني نقلب في الزنقه وندبر وشحال نشوف شحال من عام وانا كنقلب على خدمه. سوسال الاخر عاد عرفت داك الغلط وعاد بردت وعاد وليت تنفكر في انني نتعلم اكثر من انني ندخل الفلوس، وعاد تما كان التغير. سو ما تكونش مزروب، شنو ما كان السبب ديالك انك خصك الفلوس، ما تزربش في الانترنت، ما تزرب في اي مجال، ما تزربش، ما تكونش مزروب شنو ما كان السبب، شي واخا يكون الله يحفظ فيك شي مرض وخصك دير شي اوبيراسيون، ما تزربش في الانترنت، سير دبر على بلاصه اخرى، سينو غادي تخسر فلوسك، غادي تخسر وقتك، غادي تخسر كلشي ما غادي دير والو، لان الاغلبيه كاين ملايين الناس راه مزروب انت هما في حالك، حتى هما ما تولي منهم دوك الناس اللي كيخربقوا وما غادي يديروا حتى شي حاجه، في الاخر غادي انت بهم بمطاف انهم مدمرين وكيقولوا حتى شي حاجه، راه ما كاينش امل في هذا الشيء هذا، وغادي ينسحبوا. سو بلا ما توصل لهذ المرحله وتنسحب، يعني من الاول كنصحك انك تمشي دير شي حاجه اخرى، تمشي تشوف شي خدمه كما كانت، جمع فيها الفلوس اللي مضمونه، لان الانترنت ما مضمونش انك تجيب فلوس، لا تجيب فلوس من الاول. دابا انا حاليا دابا في 2018 كنفيستي في شي حاجه في برودوي، كنخدم كنتيستي دي برودوي وما ضامنش انني نجيب منه الفلوس، حتى شي حاجه ما مضمونه. لهذا اللي كنتي مزروب خصك فلوس في هاد الشهر ولا في شهرين ولا في 3 شهور ولا 4 شهور، بلا ما تضيع وقتك، يعني سير شوف شي حاجه اخرى. كنتي قادر انك تخلى على جميع دوك الاعذار اللي مخلينك انك تزرب، والاعذار اللي مخلينك انك تقول لا خصني الفلوس، وقادر تخلى على كلشي، وقادر تاخذ ريسك، مرحبا بك، ممكن تدخل في الانترنت، خذ وقتك، يعني انا خصك تاخذ وقتك، تعلم المجال اللي اختاريتي في الاول، تعلمنو بشويه عليك وتيستي، يكون عندك الريسك، يكون عندك الخاطر، ويكون عندك النفس العميق والاراده، وما عمرك تسلم، وفي الاخر المطاف راك طبيعه الحال غادي توصل بهذه الطريقه، غادي توصل. هادشي ما كاينينش انك ما غاديش تدخل فلوس في الشهر الاول، ما كاينينش انك ما تدخلش فلوس في الشهر السيمانه الاولى، بزاف الناس بداو من نهار الاول دخلوا الفلوس. النهار كنعرف مثال واحد السيد جا عندي سان تيطوان، اول برودوي، اول ستور، اول اعلان دارو في فيسبوك، ما كملش سيمانه كي دخل جوج المليون في النهار، مليون ونص، جوج المليون في النهار، يلاه بدا جوج، تلاقيتو في تيطوان، السيد ولد سلا
هذه يعني كاين حالات بحال هكا، يعني كيكون انطلاقا انك السيد راه خدا وقته قبل، يعني مكاينينش انه يلاه بدا تعرف على المجال ديك السيمانه، لا راه من قبل كان كياخذ المعلومات ومن قبل كان تيبحث وهذا، ولكن من نهار بدا التطبيق الفعلي تطبيقه فتح ستور، يعني من السيمانه الاولى راه دخل فلوس. يعني هاد الحالات كاينين وما كاينينش ان كل الحالات خصهم يكونوا هكا، الحالات كاينين ولكن قلالي. شنو اخر اللي بغيت نقول لكم؟ باش نبدا حنا حيدنا علينا، يعني الناس اللي دايخين مع فرصو باش يبدا، من الاحسن ندير هاد الطريقه هادي. ما كاينينش ان الطريقه هادي اللي وريتك راه هي اللي صحيحه، كاين ممكن اللي كاين الناس يجيو بطرق اخرين ويمشيو بهم، كاين اللي مثلا بحالي انا نهار بغيت نبدا وقفت من المدرسه، زيت حوايجي هربت من كنت نقرا في الويسلي، زيت حوايجي شديت نيشان للدار، هذيك درت هاد القضيه درتها، ولكن نديرهم وقبل ما نخرج من المدرسه كنقول غادي ندير هادي وانا اللي نتحمل المسؤوليه. انا ما كنتش قادر تحمل المسؤوليه، القرارات ديالك ما تاخذهمش، لكن انت قادر تحمل المسؤوليه، خذ اي قرار بغيتي ولكن تحمل مسؤوليته كما كان، كما كانت النتيجه تحمل مسؤوليته كما كانت. كاين الناس، النقطه الثانيه اللي بغيت نضر فيها هو كاين الناس اللي فيها بزاف بزاف بزاف، فواحد النسبه كبيره الناس اللي تقول لك اخويا احنا بغينا نبدا وبغينا نديرو هادشي كامل ملي كتقولوا، ولكن راه الظروف ما مسامحاش، ما عنديش بيسي، ما عنديش لغه، ما عنديش كونيكسيون، با ما مخلينيش. يعني كاين ناس عندهم تذكروا بزاف الظروف تقول لك انا ما قادر. ايوا خويا ايوا، انت ما عندك هادشي كامل، ايوا شنو الحل؟ هو انك تبقى حدا داركم صافي، الحل هو انك دير هكا صافي تبقى جالس. ايوا ها انت عندك الظروف، انت ما عندكش بيسي، انت ما عندكش لغه، انت ما عندكش كونيكسيون، انت باك ما مخليكش، شنو الحل؟ وانك تبقى تردد العبارات وانك تبقى تشكى، ولا انك تاخذ شي قرار وتبدا تغير حياتك، تاخذ شي خطوه ايجابيه في حياتك وتبدا وتزيد لقدام. سو عندك كاملين دازنا هاد الظروف، كاملين ما كانش عندنا فلوس، كاملين حتى شي واحد، كاين دراري كنعرفهم راه كتشوف القصص، كاين الناس اللي ما عندوش بيسي مشى كيبيع المسك قدام الجامع باش يجمع فلوس بيسي. ما عندكش لغه خويا، واش اللغه؟ ما كاينش مواقع تلانتي. انا تعلمت اللغه في انكفيت.com، انكفيت ما تعلمت لونغري، كاين مواقع بزاف ممكن تعلم فيهم ما تخسر حتى شي درهم. ما عندكش فلوس خصك تدبر فيهم، ما كاين مجالات اللي ممكن تخدم بهم بلا فلوس، يعني عندك تعلم شي حاجه تعلم دير فيديو ايديتينغ، تقاد في لي فيديو، تعلم ديال المونتاج، سير حط الخدمه ديالك فايفر، تعلم شي حاجه. يعني ها هو انت ما عندكش عندك هاد الظروف، هذا راه ما كاينش شي واحد، ما تستنى شي واحد يجي يساعدك. انا عندي ناس مقربين بزاف اللي قراب ليا في العائله واصدقاء اللي بداو حتى هما في الانترنت، ولكن راه ما نقدرش نعاونو انايا، ما يمكنش راه واخا نعطيه ماديا راه ما غاديش يوصل الا ما كانش عنده مبادره من عنده وقدر يحل المشاكل وراسو، راه ما تستناش شي واحد يجي يعاونك. انا راه ما نقدرش، شي تكون ساكن معايا في نفس الدار ما نقدرش نعاونك، راه ما نقدرش نجي نبقى نتقاتل معاك انا خطوه بخطوه وطيح نوداك. وشنو واش باغي تنجح ولا باغي شي واحد اخر يجي ينجحك؟ داك انت باغي تنجح هو انك خصك تغلب على ديك الظروف. بغيتي شي واحد ينجحك هادي اخويا هضره اخرى، اما انك نيت باغي تنجح هو ان اصلا شنو هو النجاح؟ النجاح هو انه يكون عندك انت ظروف ديالك القاهره، ان الظروف اللي ما مخليكش تنفس حتى الاكسجين، تكون عندك ظروف ما قادرش ما لاقيتش يخط طرف الخبز تاكلو، تكون عندك ظروف مثلا ديال انك بيت في الزنقه ما عندكش فين تسكن، وتغلب على هاد الظروف وتنجح وتثبت وجودك في الحياه، هذا هو النجاح. اما لك انت باغي شي واحد يجيب لك بيسي ويعطيك بيجي باش تبدا، وشي واحد يجلس معك في الدار يقريك لونجلي ولا هذا، راه ما غاديش تنجح. ان فوا يمشي هذاك الشخص راه غادي يطيح، يعني ما كاينش شي نجاح. النجاح هو ان كتبدا من الزيرو وكتوصل كتولي هيرو، هذا هو النجاح. وانت التعلم الذاتي، انت اللي كتمشي كتسدي كتسد على راسك وتلقى حلول لمشاكلك، اما انك غادي تجي وتشكى وتجي تقول لي لا خويا قهرتونا بالهضره ولا خصك تعطينا شي تكنيك ولا هذا، خويا من الاحسن اخويا شنو نقول لك؟
انت كتقلب على شي واحد ينجحك، انت كتقلب على شي واحد اللي يكون هو البطل ديالك، هو الهيرو ديالك، خصك شي سوبرمان يجي يديرك فوق ظهره ويديك يهربك. انا هاد العقليه اصلا الناس اللي عندهم هاد العقليه وهاد الفكر هذا راه كنشوفهم معذورين، لان انا من الصغر مزروع فينا افكار بحال هكا. من الصغر كنسمعوا ان خصنا نكبروا نتزوجوا شي وحده قاوريه دينا الوراق دينا، يعني خصنا شي هيرو ينجحنا في المدرسه، خصنا ما يمكنش ننجحوا بوحدنا، خصنا نديروا سويعه اضافيه، ولد فلان كيدير سويعه اضافيه، ولد فلان كيدير سويعه اضافيه. والدينا ما كيعلموناش نقطعوا الشانتي لراسنا، خصهم هما يجيو يقطعونا بيدينا. هذا ما كان المشكل في والدينا، والدينا كان هو الجيل المعطوب. ولكن انا الا بغيتي تنجح خصك تبدل ديك الافكار، تخلى على دوك المسلمات اللي عندك في راسك، وانك انت توصل راسك براسك. هذا هو النجاح، هذا هو المعنى الحقيقي من النجاح. ملي كتجي تسنى شي واحد يشارك البي سي، وشي واحد يعلمك الانجلي، وشي واحد يوريك لي تكنيك كيفاش تخدم، وشي واحد اللي يجي يبقى معاك خطوه بخطوه تدخل الفلوس، ما هذا شنو؟ واش تكون فخور براسك في هذه اللحظه؟ تكون فخور براسك وتقول وي انا ناجح؟ لا لا لا، ما عمرك تذوق داك الطعم ديال الفخر انك ملي توصل وتكون في واحد المرحله متقدمه وانك حققتي الحريه الماليه ديالك وواحد الاحساس ديال الفخر، ما عمرك غادي توصل له بهذه الطريقه. النقطه الثانيه اللي غادي النقطه الثالثه نحتاجو فيها حتى النقطه الثانيه. النقطه الثالثه هي الموتيفاسيون. بغيت نذكر بغيت نهضروا في النقطه ديال الموتيفاسيون. كاين هذا النوع اللي هضرنا عليه غير دابا، تيقول لك مثلا كيشوف الدراري والناس كيبوستيو لي تصاور ديالهم في بلايص زوينه، وكيبوستيو لي فيديو، كيبوستيو عندهم فلوس، كيبوستيو كيشوفهم داير الطوموبيل ولا داير الفيلا ولا ما عرف شنو، تيقول لك اخويا هذه ماشي موتيفاسيون، هذا تدمير. كنقول لك عندك الحق، ممكن يكون تدمير ليك، ولكن بالنسبه لي انا كاين جوج نوع ديال الموتيفاسيون، كاين موتيفاسيون نيجاتيف وكاين موتيفاسيون بوزيتيف. موتيفاسيون نيجاتيف بالنسبه لي هي اهم موتيفاسيون. شنو هي الموتيفاسيون نيجاتيف؟ موتيفاسيون نيجاتيف هي يكون عندك ديك الظروف اللي هضرنا عليهم غير دابا، هو مثلا ما يكونش عندك مثلا بحال مثلا انا كنت يلاه كانت عندي موتيفاسيون نيجاتيف اللي طلعتني، وما دارنا ما عندناش فلوس باش نعيشو. انا باش كبرت في صغري بعدا راه كنا كنعيشو بقل من 10 دراهم في النهار، حنا كأسرة ديال خمسة الأشخاص كنعيشو بقل من خمسة دراهم ولا 10 دراهم في النهار. هادشي باش كبرنا، خصني نقود الأسرة ديالي، خصني ملي تزوجت ما عنديش فلوس الكرا اللي نخلصو في الشهر الجاي، يلا خلص الشهر هذا وباش نخلص الشهر الجاي ما عنديش. يعني هادي موتيفاسيون نيجاتيف، يعني مثلا تقدر تبات في الزنقة، هادي موتيفاسيون نيجاتيف، وانك خصك تلقى حل. يعني كتخدم موتيفاسيون لا تخليك تخدم، هادي كتسمى موتيفاسيون نيجاتيف. يعني شي ما عندكش فلوس، ما عندك ما تاكل، يعني لما دبرتيش فلوس باش تاكل غادي تموت، طرا لك شي حاجه، عندك شي مرض، عندك شي حاجه نيجاتيف في حياتك، شي ظروف اللي كتهدرتي عليها انت، ديك الظروف اللي كتشكى منها، هذيك خدها موتيفاسيون. هذيك احسن موتيفاسيون وصلتني انا. بلا هذيك موتيفاسيون اللي انت كتشكى منهم ما كنتش نكون انا هنا وفخور براسي، لان كانت عندي ديك الموتيفاسيون دفعتني انني نوصل لهنا. كان ما كانش عندي باش نخلص الكرا، ما كانش عندي باش نشري حوايج، ما كانش عندي بزاف 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 الحوايج. سو هذيك كانت موتيفاسيون نيجاتيف. يعني اي ظروف عندك تخايبه خدها موتيفاسيون، هذيك احسن موتيفاسيون ممكن تكون عندك، اللي تشحنك بواحد الطاقه، خصك كتشعل فيك واحد العافيه لداخل، كتدخل وكتسد على راسك فواحد البيت غير بوحدك، تبقى تغوت وتضرب في راسك وتقول خصني نفوت هذه المرحله هذه، خصني نقد راسي من هذا الوضع هذا. يعني خصك تكون انت مع راسك صريح وتسب راسك، تسب راسك، لان راسك انت هو غيكون في الغالب واحد الكاسو اللي باغي غير ينعس، سبو قول له نوض واش انت راضي على هذه الحاله اللي انت فيها، واش انت راضي على الوضع اللي انت فيه، واش راضي ان شي واحد اخر يجي يجري عليك من الدار انت كاريها، واش راضي ان يقطعوا عليك مالين الضو لانك ما لاقيش باش تخلصوا، واش راضي تخرج بحوايج مقطعين. يكون عندك واحد موتيفاسيون نيجاتيف. عاد نهضروا على الموتيفاسيون لي بوزيتيف اللي كتسمى اللي هي ممكن تاخذها جولز، اهداف اكثر من انها تكون موتيفاسيون. مثلا انا باش كنت في الله بادي كنتبع سيمو لايف، كنرمي تصاورو في ميريكان، تصاورو في تايلاند، كنشوفو في البحوره، كنشوفو في هذا، هذاك الشيء كيموتيفي. ولكن
بطريقه اخرى، يعني كيموتيفيك انك بحال نقولوا انت كنتي وسط ديك الموتيفاسيون نيجاتيف، يعني انت وسط واحد الظروف ولكن انت ما عرفتيش راسك شنو تقدر دير. تقدر يعني كتقول انت مع راسك راه صافي ما كاين ما يدير، انا نموت وسط هذا الشيء، هذا عندي ظروف خايبه صافي ما نقدر ندير والو. كتجي واحد هذيك موتيفاسيون بوزيتيف كتوريك، كتقول لك لا راه بلا ما تبقى في ديك موتيفاسيون نيجاتيف راه ممكن توصل لهنايا. هذيك موتيفاسيون، هذيك موتيفاسيون اللي هي بوزيتيف اللي هي مثلا البحوره، طوموبيلات، عندك الفيلا، كتدخل فلوس، شي واحد دار شي سكرين شوت ديال شي 10 مليون في النهار، 20 مليون في النهار، ما تدمركش لا. هذيك كتكون عندك موتيفاسيون اللي هي جول واحد كي موتيفيك توصل لتما، يعني توريك الطريق، يعني بحال اللي تكون شي روم، هاد الغرفه مظلمه اللي هي الظروف وما عارف راسك شنو دير، وكيبان لك واحد الضو الفوق اللي هو واحد 10 مليون في النهار بارطاجها فلان، راه عندك واحد الضو الفوق كتشوف فيه هكا، ماشي تحقد لانك انت في ديك الروم الكحله وشتي خونا كيدير 10 مليون في هذا، ماشي تحقد عليه لا، تقول هذا هدف خصني نوصل له، يعني ممكن نوصل تما، بما ان فلان وصل تما انا ممكن نوصل تما، ما يمكنش نبقى انا وسط الروم الكحله. هذه الموتيفاسيون بوزيتيف. هذا مكان، هذو هما ثلاث النقاط اللي بغيت نطرق لهم في الفيديو الاول باش نبدا. والظروف، الناس اللي كتشكم من الظروف، راه شنو نقول لكم، الا كنتي باغي تنجح حشومة تشكى من الظروف، الا كنتي باغي تنجح حشومة تشكى من الظروف، تجي تقول لي ما ظروفي ما مسامحاش، ما تذكرش النجاح لك تذكر الظروف انها ما مسامحاش. نقول عندي ظروف ما مسامحاش ونتغلب عليها وهنا غادي تسمى انت راجل ناجح. نسمى موتيفاسيون، ما تحقدوش على الناس اللي واصلين، بالعكس هذوك موتيفاسيون بوزيتيف، انك توصل لك النيفو، خذها اهداف انك توصل وتفوت. يعني باش كنت انا كنت نتبع السيمولاي في الايام الاولى ديالي 2014 2015، ما كانش عندي ما كنت تحت الزيرو، وكان ناس كانوا صحابي، ومثلا عندي صحابي تقول لي اخونا كيبان علينا، وانا لا كناخذها من جهه اخرى، كنقول شو الناس فين وصلوا، بدا من الزيرو حتى هو وصل تما، هذاك حتى انا نقدر نوصل تما، وانا ساكن معاه هنا، انا ساكن دارو هي حدايا هنا، عايش الحلم وفخور براسي ان درت هذا الشيء هذا. يعني اي حاجه طرات لكم في الحياه حاولوا تستافدوا منها، اي حاجه كما كانت هي نيجاتيف يا بوزيتيف، باش نختموا هذا الفيديو. اي حاجه طرات لك في الحياه ديالك، اي حاجه استافد منها، طرات لك اكسيدون استافد منها، تشفر لك البيسي استافد، اي حاجه طرات لك، ترستي مرتي. السيد كان واحد عندنا مثال ديال السيد الدري سميتو سليمان والتيطوان، دار كانت عنده اوبيراسيون للركبه ديالو، ما الطبيب قال له ما تتحركش، يعني ينعس في الفراش ما يقدرش يتحرك شي ما عرفت شحال من شهر. يعني كاين واحد اخر اللي غادي يجي غادي يحقد ويقول شوف انا ما قادر ندير والو، انا صافي حياتي تدمر، ويبقى حادي الالعاب والافلام. السيد لا، بلاص ما يدير داكشي استافد من ديك الجلسه ديالو في الدار، قال شنو يدير، راجل تعلم حتى انا شي الانترنت وتعلم الريسكين، والحمد لله راه حقق الحريه الماليه ديالو. هذا ما كان، ونشوفكم في الفيديو اخر، وشكرا جزيلا. جيتي عفريتا اجي مريم كانت خارجه، هي دخلت لمرصطاتنا، دير لهم باباي، دير لهم باباي، دير لهم بابا، واو، دير لهم باباي، باي باي، دير لهم باباي، دير لهم باباي، يلا باباي.